عندي. شي خطاني شي ما بيا شي بوف شي شي وقت اللي تحب تتكلم هاني نسمع فيك بربي اه؟ معناها ما يهمكش نتفلق انا نتكلاط انت عاد كيف كيف ما تحسنيش واه واه شنو وصلنا لهالكلام وفيش قاعده الطرشه يا اخي احنا عملنا سهريه تعمل 66 كيف وتفرهدنا وعملنا جو عليك الطرشه انت فرهدت انا ما تفرهدتش وعلاش ما تفرهدتش على خاطر النكت والضمار والضحك نتاع داركم انا ما يعجبنيش ليه عاد ما دارنا يضحك اما انت كي تتلم مع الفاميليا تعمل ناموس اكثر من لازم لروحك وتولي ما عاد شيء يضحكك وما عاد شيء يفرهدك وعينيك ما هي كان بيا انا وابنك ما تسمع كان فيا انا ها في بالك في بالك بروحك اللي انت عملت حاجات مش لايقه في بالك شنو اللي مش لايق انت تعرف بحريتي في فاميلتي ومليش ما عادش نضحك خاطر معايا راجل اضحك وهبط شرامت في القاع ويجي ولد عمتك ويشدك من يديك ويقيمك اضحك تبارك الله عليك وعلى ولد عمتك سلام عادش بيك يقيمني ولد عمتي ما عندوش الحق يمسك وما يحطش عليك يده هاني خل انتي كي خويا يزيني من حكايه خويا يزيني من حكايه خويا دي شبعت بيها يا اخي طوى المراه تعرف تولي ما عادش تسلم على حتى راجل من فاميليا عالسلامه وبالسلامه وكان جات العين في العين ما كانش مش لازم صارتي هكا تخمم اي هكا تخمم اي هكا تخمم ما انا طول تمهزك انا مع بنت عمتي ولا مع بنت خالتي انا تولي برانيه هذيك بالنسبه لي انا واذا فما هي تحكي تحكي مع رجلها واه 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 ياسر راهو كان غير كثر وكان شك ماكش من اليوم انت تعرفني وولد عمتي كيف خويا يا اخي تو كان جاي هو في بالي انا ناخذك انت يا انا هاني قلت لك اخر كلام هاني قلته لك اذا فما حاجه تصير منه هكا كيما صارت الليله راهو فما كلام اخر نقوله لك انا ايش تهدد فيا لا مانيش نهدد فيك اما اذا كان فما حاجه انا ريتها ما عادش تعجبني نخليك ونمشي على روحي احسن شو 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 قلت 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 احسن يا اخي ما خليتيش انت في الشارع ومشيت وخليتني اي ما انا تو تحكي مع راجل انا ما نعرفوش وانا نقوم نتفرج فيكم وانا شارككم في الحديث لله راجل وهو هذاك راجل هذاك زميلي في الخدمه يموت عليا وديما بحذايا في البيرو صحيت زميلك في الخدمه يلا والحديث معاه حد وحد البيرو واذا كان ما فماش موضوع مهم يستدعي كونك باش تحكي معاه ما فماش علاش يلا وهو وهو يا اخي طوب بالله يحب هو يشكي لي ويبكي لي ويفرغ لي قلبه نقول له وانا ليه اسكت وعلاش يفرغ لك في قلبه ناناته انت عمته امه انت اخته لعل ليلة بسيكاتر وانا ما في باليش وانت نسال يدخلوا ويخرجوا للبيرو ويجيبوا لك الدوسيات يدخلوا فيهم لاصقة اي لاصقة يا لاصقة مش كلمتكم انتم تحكيوا في مواضيع فارغة خلوا كعك العنبر كيفاش يطيب وزميلك مدخل خشمه في الموضوع ويحلف ويتميتر اللي كعك العنبر فيها عنبر تبارك الله عليكم وعلى لمتكم التيتري هذا علاش تجيني للبيرو وانت باش تلقاش تلقى تحكيات انا ماذا بيا نهار كي نخرج معاك يعرض لنا زميلك ما تكلموش علاش ما نكلموش 8 سوايع وجهي في وجهه في البيرو بعد كي عرضني في الشارع نولي ما نعرفوش ما تعرفوش يلا ما تعرفوش اغزر الحاجة اخرى باش تعمل روحك ما ريتوش بيه كي وقفني هو ويقول لي شبيك ما كلمتنيش شكون موقفي قال له راجلي ما يحبش وانت علاش ما تحبش عزيزي اولي تدكك عليا انت تغير عليا بربي بربي اللي يدافع على حرمته يتسمى يغير هو والله ما حليك تغير عليا وجهك مالي احمر وعينيك هكا يزعزعوا وتولي تهبل 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 بربي يقعد ديما هكا وانت حاول باش ما تقعدش هكا يلا نهار الكل وانت تلعب في عينيك وبتضحك تضحك تضحك انا نلعب في عينيا فيش باش نلعبوا كي تخرج معايا منه هكا يا تغزر لي يا تغزر للقاع وعمش تغزر بربي وجهك مالي نعرفه ونخبر للقاع فين عندي بلوطه ضايعه باش نتوج عليها ربي هذه بترينات محلوله جديده مكوزانات فيها شيء يهبل ويشرر باش تخزر لها وعبيد مزينه وانا نخزر للقاع عليك عمل لي كي قبل حط النهج سكر وبالبطاطم حتى نطلع انا في الكنيسه كي كان وليتك ولا نلبس لك سفساري ونتغمبز ونعمل عجاج هكيك ما نخزر في القاع انا لا قلت لك لا غمبز لا سفسر اما زاد روبا كيف نهديه سمحتي منها شبيها الروبا باش نقصها شنو نقصها لا ما نقصها شيء نقصين هيدين وطول لك هاو
تقول انت نزيدها متر في الطول وركب لها كمامه. بالضبط يعطيك الصحه. تحبش نركب لها كمامه اللي يمشيو يتحلوا ولا يمشوا ليستو ونلبس تحتها ميزو هكا نولي نهبل 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 والعطفه بالركام. طلعت عدى مميتي تسلف من عندها الميزو ولا علاش تسلف فيه طول ليخذ وليخذ هي بدها ما عادش تلبس. وانت علاش تبطل في روحك بمماتك؟ علاش ما تبطلش روحك باختي مثلا؟ اختك علاش تبطل فيها باختك ليه ومحفظ؟ علاش بيها اختي؟ ماهيش محترمه اختي تلبس حاجه كيف هذه؟ تلبس 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 اكثر من هكا اختك وانت بركة اللي ما تراهيش. هي فين حكي كي تجيني لهوني تولي داخله ببوشتها وتلاحظ عليا انا اش قاعده نلبس باش تهيجك عليا. بعد كي تجي هي خارجه تلبس جيب شبر والمريول يولي خلعه وك الشعر يتهد والمكياج اللي تعمله كي امك طالبه. اختي تعمل هكا؟ تعمل هكا ونص. اما انت ماكش ليه اللي هي بيا انا تلهي باختك شويه. وحتى كان اختي تعمل هكا رجلها يحكم فيها انا اللي يهمني انت. اي مش اللي يهمك انا انت تحب تمرجني انا وتعيطني في حياتي. بربي بربي ساره كي نحبك محترمه نتسمى نعيط فيك في حياتك. يا اخي اللي جو السهريه اليوم الكلهم محترمين الكلهم لابسين لاما حتى واحده ما راجلها مرجعه كيف ما عملت لي انت. نسيتي بالحزاره الفارغه وين ماشي؟ للباركو. عليه كل تحريكه باش نقول لك عليها زيدا. باش تخرج تكمل سهرتك في الباركو توا في نصف الليالي باش نحي الحوايج المنشوره. وعلاش ما تستناوش غدوه الصباح الحوايج المنشوره؟ ما يستناوش يتنفخوا بالندوه. تخرج هكا معناها؟ شبيني هكا شبيني بهالروبة هذه اللي زنودها عليا. يا اخي ما كنتش بيها طوينا البرة في الشارع. لا يا ما كنتش بيها. انت من دار عمتك للكهرباء ومن الكهرباء للدار هوني. ايه طوينا خارجه للشارع توا. ها بلاش تسمى البركون ماهوش تابع الشارع. شكون شيراني في هالليل الناس الكل راقده؟ شكون قال لك راقده؟ شكون قال لك ما يطولوش من تحت شقوق البرسينات؟ بيبي هاو باش نشوف. شفت هاكا سي العربي ماهوش في الباركون. اي وكي يظنوا باش يخرج توا لالا. والله يظن شرق حوايج. شرقهم ولا تحمي منهم. فقصت لي مرارتي. المدفع لمرارتك. هاني خارج الباركون ورد مالك تخلط في جرتي. اي تخم تخرج لي كل عبيثه هكا. اي ثبت امورك عاد كيفاش تحبني نلبس؟ تشبيني ما نقولكش انا شنو تلبس. انا ما عنديش بيستات بالبروتالات وسراول بالفونت يالا. اوه هالنقنقه اللي ما حبتش يتوفى. انت ما تلبس كي العباد يا اخي. وانت علاش تلبس كيما العباد؟ علاش ما يكونش عندك اللوك نتاعك؟ نخلي الخياط وقتي ونمشي للخياطه تخيط لي بناور وكي نخرج معاك قدمني للعباد قول لهم هاي الحلبوده مرتي. علاش حلبوده؟ علاش ما تقولش للمحترمه مرتي؟ اوه بربي فك عليا من هالكلمه. انا محترمه ونص اما نحب نعيش كيف ندادي. اي كيف ندادك باش تلفت لنظار؟ كيف ندادك نلفت لنظار كي نبدا مانيش كي لعبت كنت عدلي هذا باش يشوف هالمره ديمودي. اي ديمودي كيما السيد اللي واقف البارح قدام البلاص احنا مازلنا كهبتنا من الكهرباء وهو رشق عينيه فيك وبسبس لك. لا 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 ما رشقش وما خزرليش من اصل طفل صغير ما عملش لي 14 سنه وزيد احول انت يظهر لك اللي هو يثبت فيا وهو ماهوش قاعد يخزر لي يخزر كلبته يبسبس الكلبته ماهوش يبسبس. ها كلبته ها كلبته شبيني مريتهاش انا كلبته لالا. كيفاش باش تراها؟ انت هبط تشري كل فليش راهو عينيك زاعزه وتدك شكشك تتهادر ووجهك مخسور حدك حليله وتتهدد وتوعد باش تضربه ومن بعد تقول لي شبيني مريتهاش. تحمد ربي انت الكلبه ما هشتش عليك وما هشتكش. ما تهيشش عليا وما تنهشنيش على خاطر ما فماش كلبه من اصله. باهي نفرض هو بس بس يخلي بس بس على روحه شكون فما؟ بربي نزيد نشكره من فوق ونقول له بارك الله فيك اللي بس بس لمرتي بارك الله فيك. ما عمل روحك ما سمعتوش والا قال له احشم يزي عايش خويا هذيك مرتي راهو اللي تطلق فيها مش تكون تهرسه بتريحه واللي متعدي يضرب معاك ويحس الاخر من الغادي معاك واللي ما سمعش يسمع اللي هو جبدني. هذاك ما يلو اللي ما يحترمش مراه محترمه يلزمه يتربى. مراه محترمه يعطيك الصحه اللي هي انا. ميرسي عزيزي محليك وانت مغيار اما ما تكثرش حتى يولي البال وتولي لك مشاكل وقضايا على شق ما ركبك في البال مش في بلاصته. شو مشاكل وقضايا ما قضايا زر انت ما اليوم قبل ما نخرج وجاك استدعاء من المركز وانا ما حبيتش نقول لك قلت تتبلبز السهريه قلت توك نروح نحكي لك الحكايه هكا جبت الموضوع وحدك. موضوع وانا مستدعاء؟ انت عاد طفل اللي بس بس لي بس بس لي صار ظهر بس بس لك هو صار طفل ظهر بس بس لك هكا يلا بلا بس بس لك هذا كلامي طلع صحيح بس بس لك ولا لا بس بس لك بس 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 بس
تذهب الشيرة.